and sat on your sandwich. Understand it's the flow mechanic, poison off of the Komodo dragon. Dragged it with the fire, breathing African, weaving through traffic and even static attracted. Got up sporadic, your Vatican, J-City back again. Arabic caffeine, Uncle Saint Poet and Granite laughing him. That's where the fuck Bowdy's at, Jetta show you where Rowdy's at. Our cats in the trash attack, blame the Zodiac. Bleeding all those rats for the cash, ich emo out in tune with my cruise cordage for making Habibi music. سمعناها. هذا كان دمج بين كلاسيك الميوزك وهيب هوب. فرقة اسمها بلاك فايولين ان ذا باك جراوند, هم من امريكا. بيسكلي بيستخدموا الفايولين بس على طريقة هيب هوب زي ما احنا سامعين مثلا. تشيك ات اوت. That's called scratching. اوكي سو خلينا نكمل انترفيو حقنا مع انكل سيف. انكل سيف قول لي ايش ال ايش واتس ذا فيوتشر بروجكت ذات يو هاف, ايش المشاريع الجديده ان شاء الله ذات يو هاف؟ والله احنا حاليا شغالين على الالبوم حقنا الاول. اوكي هو اتس اولموست دن, باقي بس اخر اللمسات ان شاء الله. طبعا فيتشرين قصي. اوكي حبيبنا شارات قصي مان. نزلنا منه ثلاثة أو أربعة سينجلز. أوكي. منها حبيبي ميوزك كان في أغنية. أيوه في أغنية اسمها The Marathon Chasing Money featuring قصي. أوكي. عليها من Mineral Junction Vision وأنس عربي Magic وكمان في عندنا المشروع مع قصي. أوكي. الألبوم حقه. أوكي. إن شاء الله اللي راح ينزل قريب بإذن الله. أغنية اسمها The Movement. The Movement. أوكي. هي زي السيكول. وهذه الأغنية الثالثة لها. كانت في قبل كذا أغنيتين اسمها The Movement في الألبوم الأول والألبوم الثاني. هذه الأغنية الثالثة. Featuring Ron Junction and Poet. كلهم من السعودية طبعًا. Nice. أيوة. وحتى البرودكشن كمان البيت Mind Circus من Ron Junction. Mind Circus. Shout out to Mind Circus as well from Ron Junction. طب واو ما شاء الله ما شاء الله. واحد من البرودوسرز اللي انا صراحه اعتز في انهم موجودين معايا. Nice. بتعلم منه كثير جدا جدا جدا. And that's it. Yeah. يعني كده this is what the brotherhood is. يعني yeah, طبعا. Hip hop is all about brotherhood. There's no ego in hip hop I think for me. ما في يعني this ego problem. كل واحد يتعلم من الثاني, كل واحد يتعلم من الثاني ويعني هذه واحدة من الاشياء اللي علمتني اياها الهيب هوب, انه ما اصلا هي من الناس وللناس وفيها بساطة كثير. وما فيها تكلف, ما فيها أي تكلف, فالحمد لله. Okay. وتقريباً that's it. I wish you guys all the luck. نتكلم عن movement, one of the amazing R&B artists اللي هنا موجود في السعودية. I think in my opinion, حمزة AZ كمان is موجود في One Junction. AZ موجود معانا على الخط, بس I need to figure out the technical thing. One second. So let's figure this out. AZ سمعنا. اهلا. السلام عليكم, كيف حالك حبيبي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, كيف حالك حسان؟
ايش اخبارك؟ كويس الحمد لله. والله الحمد لله بخير. كيف حالك سيف؟ معك سيف is good man, he's polite so far. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كل سنه وانتم طيبين على رمضان. انت طيب حبيبي. اي زي فور مي, انا يعني زي ما بقول للناس شهادتي فيك مجروحه. انا اي نو يو بيفور اند اي ثينك يو تالنتد جاي ما شاء الله. يعني اقولها على هوا على ميكس اف ام, اي ثينك نيو هاز نوثينج اجينست يو. صحيح. انا سيت صحيح. اوكي, ريسبكت نيو ذا. نو ريسبكت نيو, بس انه شوف اوف كورس مان ريسبكت نيو. بس اي زي للناس عرف الناس اكثر على اي زي. انت ار ام بي سينجر, بس عرفنا اكثر عنك. انت من السعوديه وتفضل. اول شيء اسمي حمزه الهوساوي. اوكي, اي كي اي زي, which is الاسم الفني زي ما اقوله, the stage name. Yes. And قبل لا اخش في الار ام بي كنت في مجال الراب as well. بس انه خشيت في الار ام بي يعني لما اللي حواليني يعني شجعوني للشيء هذا. وهم سبحان الله يعني اللي حواليني هم اللي اكتشفوا الموهبه هذه فيه, مو انا اللي اكتشفتها. Yeah. وقالوا لي انه الشيء هذا لازم استمر فيه, ولما استمريت فيه يعني فتحت لي ابواب كثيره, وهو انا عندك دحين في مكسفم. Yes sir. طيب ايش يعني سؤال يطرح نفسه. I don't want to put you on the spot, بس what made you يعني sing in English؟ ليش العالم يقولوا دائما انت تغني في الانجليزي؟ ليش انا I'm trying to tell the people, حتى انت لو تغني بالانجليزي that means مش انت مش فخور في عروبيتك او كذا, بالعكس. فايش, how do you explain that to them؟ صح, السؤال هذا اسمعه كثير. بالنسبه لي انا طريقه كتابتي للكلمات والطريقه اللي انا اغني فيها ارتاح اكثر لما اسويها بالانجليزي. أوكي. لانه بالانجليزي اقدر اعبر عن نفسي اكثر من العربي, مع انه العربي ما شاء الله معروف انه هو لغه الشعر. بس انه انا بالنسبه لي اعبر عن نفسي اكثر واغني افضل باللغه الانجليزيه. وانا بالنسبه لي صراحه كل احترامي للمغنيين العرب, ما شاء الله طريقه الغناء العربيه صعبه. العرب ما شاء الله صعب. بس انا بالنسبه لي ارتاح اكثر في الانجليزي, واشوف انه الميوزك الانجليش الاكثر ارتاح معه. بلوز سواء بلوز جاز ار ام بي ريذم اوف بلوز. والانجليزي لغه عالميه يعني. صح. اي احد يفهمها. حاليا اي احد يفهمها. صح صح. اي زي, ماي لاست كويشن از, يعني انت ما شاء الله يو ار فيتشرينج اون الاميزنج ريكورد التراك Arabs World Unite. Amazing message. Yes. Amazing message. Shout out to DJ Outlaw. وكل الـ MCs كانوا فيها, كانوا موجود. في عندك من لبنان, في عندك من سوريا, في عندك من فلسطين, من مصر, من السعودية. So, يعني amazing, amazing. So, what, كيف بدأ الـ project هذا؟ و how do you see أنه hip hop track ممكن تأثر في الناس؟ والله الـ project هذا بدأ, كانت فكرة DJ Outlaw. اوكي. DJ Outlaw في البداية طلع بفكرة بحرين يونايت. صح. وسوى تراك اسمه بحرين يونايت. طبعا طلعت الفكرة هذه بعد المشاكل اللي حصلت في الدول العربية. ابتداء من تونس لمصر إلى آخره. فبعد ما سوى تراك بحرين يونايت ما شاء الله يعني التراك هذا لقى إقبال مرة كبير. فجاته فكرة إنه هو يجمع التراكات الباقية هذه ويحطها كلها في تراك واحد. وياخذ يعني فنانين من الدول العربيه اللي حصلت فيها بعض المشاكل هذه ويحطهم كلهم في تراك واحد. والحمد لله وطلع التراك هذا معانا. بس ما شاء الله كانت فكره مره حلوه من دي جي اوتلو. هو ما شاء الله يعني شد حيله فيها وطلع. اوف كورس اوف كورس. اي زي, اني ثينج يو لايك تو سي؟ انا I'm going to be playing your track. You don't have to go home, اللي هي I think produced by my man Ayham. Shout out to Ayham, man. I know him since he was a kid, man. Wallah. But wow. Before I play the track, you don't have to go home. اللي هي R&B. So لكل 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 المستمعين دحين اسمعوا AZ. Wallahi, he's really amazing. Shout out to you. Anything you'd like to say, man, at the end of the show, please feel free. Well, I just want to introduce the track. بتكلم عن التراك هذا اللي هو أول single لي نزل. وهو اللحن من إنتاج أيهم حمصي. اللي هو my personal manager. Yes sir. My producer. And هذا أول عمل طلعنا به أنا وهو. Okay. Okay. For people who would like to get in touch with you, Facebook is AZAYZEE. Yes. www.facebook.com/AYZEE Music. AZ Music. Okay. AZ Music. طيب. So AZ Music, you don't have to go home, is going to be airing now. AZ, thank you very much, man, for your time. I appreciate it. You're welcome. Thank you for having me. Yes. Peace. Yes. Yes. It's the maestro. It's the maestro. 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 Ayo AZ. Ayo AZ.
You know, man. You had this girl for a while. And you want to tell her something, right? Hey, baby. You're listening.